أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ما معنى شاء ربك؟ نعم عفى الله عنك. إلا ما شاء ربك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى الاستثناء في هذه الآية؟ اختلف العلماء فيه، قالوا أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وهو مكث من دخل النار من عصاة الموحدين، فإنهم استثنى الله أنهم يدخلون النار ويعذبون فيها، هذا وجه الاستثناء. وأما الكفار خالدين فيها ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا هذا مدة بقائهم في القبور والله في القبور والله أعلم. نعم.